باب بيع الورق بالذهب. باب بيع الورق ورق بالذهب نسيئة. عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال مثله. وفي رواية: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب لا ربا إلا في النسيئة. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. باب فضل من استبرأ لدينه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب حسن القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، وفي رواية: فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، وقال: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي رواية: فقال: أوفيتني أوفى الله بك. باب ما يكره من الحلف في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، وفي رواية: فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، وفي رواية: وهو كاذب، فأخذها. وفي رواية: ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قلت: عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. وفي رواية: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي. وفي رواية قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني الولد. وفي رواية: فلما قدمنا ذهبنا لندخل. قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. وفي رواية: فانطلقت حتى وليت، فقال: ادع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. قال جابر رضي الله عنه: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: فما زال معي منها شيء حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة. باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتها، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. باب في الحاولة وهل يرجع في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مالي فليتبع. باب من أنظر معسرا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر له.
وفي رواية إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسرة وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب إذا وجد ما له عند مفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب الرهن في السلم باب الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وفي رواية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة وفيه وقال ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. وفي رواية لتسعة أبيات. باب السلم في وزن معلوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر وفي رواية في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء. وفي رواية تمر ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي حديث ابن أبي المجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن السلف قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وفي رواية والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. عن عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. كتاب المزارعة. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع
والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وفي روايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وفي حديث ظهير بن رافع رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. وفي رواية عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وفي حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. وفي رواية عن سالم: ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. باب جواز المخابرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المخابرة، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة بالشطر ونحوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة اختارت الأرض. وفي رواية: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وفي رواية: ما شئنا. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وفيها أجلاهم إلى تيماء وأريحاء. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. كتاب الوصايا والصدقة والنحلة والعمرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. باب الوصية بالثلث. عن سعد رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، وفي رواية وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفنون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ وفي رواية: أأخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، في رواية: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. باب الوصية بكتاب الله عز وجل. عن طلحة بن مصردف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وفي رواية لابن السبيل عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقدا خنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب. عن سليمان بن أبي مسلم الأحولي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت: يا أبا عباس، ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني بكتف
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه. فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال سليمان والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. وفي رواية فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وفي رواية ولا ينبغي عند التنازع. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. وفي رواية فرأيته يباع فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه فبرخص. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد. وفي رواية ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية لا تشهدني على جول. قال فرجع فرد عطيته. باب ما قيل في العمرة والرقبة. عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ميراث الأخوات والإخوة. عن جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. وفي رواية عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت. فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات. وفي رواية إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وفي رواية فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت وفي رواية كاملة براءة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خطب فقال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي رواية: ومن ترك كلا فإلينا. وفي رواية: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثلاثة فقالوا: صل عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي. قال: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الوقف. باب الشروط في الوقف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي رواية: غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. كتاب النذور. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وفي رواية: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين. باب من مات وعليه نذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه،
توفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. باب من نذر المشي إلى الكعبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. باب الوفاء بالنذر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. كتاب الإيمان. باب لا تحلفوا بآبائكم. عن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي رواية أو ليصمت. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. باب الاستثناء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله. فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وفي رواية لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. باب الكفارة قبل الحنث وبعده. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. وفي رواية ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي رواية إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، وفي رواية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، وفي رواية: شاهداك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، وفي رواية: إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.